لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فمن كتاب الطريق إلى الولد الصالح ذكرنا أن من مسؤولية الوالدين أن يربوا أولادهم تربية أخلاقية، أن يربوهم على الأخلاق والآداب الإسلامية. وذكرنا أن الخلق لغة بمعنى الدين، كقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، من تفسير الخلق هنا الدين، وإنك لعلى دين عظيم. وكذا بمعنى الطبع والسجية، بمعنى الطبع والسجية. وأما اصطلاحا فقد قال القرطبي رحمه الله وحقيقة الخلق هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب، ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب يسمى خلقا، لأنه يصير كالخلقة فيه، لأنه يصير كالخلقة فيه. أما ما طبع عليه الإنسان من الأدب فيسمى خيم، يسمى خيما. الخيم اللي هو السجية، أي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد طبعه على ذلك وجبله على ذلك. وقال الغزالي رحمه الله الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. وذكرنا أن الخلق منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. أما الدليل على أن منه الجبلي قوله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، رواه مسلم. والمعنى إنك حليم عاقل، إنك حليم عاقل غير متعجل. وفي شرح السنة للبغوي أن الأشج قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ فقال بل الله جبلك عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الخلق هذا يكتب للإنسان وهو يخلق في بطن أمه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا، هذا الملك هو ملك الأرحام عليه السلام،
وكله الله بالأرحام، فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول الله: غلام أو جارية. يعني يقضي الله عز وجل ما يشاء ويكتب الملك. فيقول: أي ربي، شقي أم سعيد؟ فيقول: أي ربي، ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: أي ربي، ما رزقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: يا ربي، ما خلقه؟ ما خلقه؟ يعني سيكون على أي صورة؟ أبيض اللون مثلاً، على أي صورة؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ما خلائقه؟ يعني ما أخلاقه؟ أخلاق الإنسان سبحان الله تكتب وهو يخلق في بطن أمه، فتكون جبلة فيه: فلان غضوب، فلان هادئ حليم، وهكذا. أخلاق الإنسان هذه تخلق معه وتكون جبلة وهو يخلق في بطن أمه. قال: فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. قال الهيثمي، رواه البزار: ورجاله ثقات. ومن الأخلاق ما هو مكتسب، يعني كسبي يكتسبه الإنسان بالتربية والتنشئة ويتمرسه حتى يصير سجية فيه، ونحن مأمورون بذلك، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والحلم بالتحلم. الحلم هو عدم المعاجلة في إيقاع العقوبة، عدم المعاجلة في إيقاع العقوبة، هذا بالتحلم. والتحلم على وزن تفاعل، وصيغة تفاعل تدل على تربية وتمرس مرة بعد مرة. ومنه التخلق أو اكتساب الخلق. إذن فدور الوالدين هنا دور كبير، وهو أن يطبع أولادهما بالأخلاق الإسلامية، بالتعليم والممارسة والدربة مرة بعد مرة، حتى يصير طبعا وسجية. والأخلاق في الإسلام لها منزلة عظيمة، فالخلق هو صورة الإنسان الباطنة، كما أن خلقه هو صورته الظاهرة. والتربية الأخلاقية هي تربية القلب، التربية الأخلاقية هي تربية القلب الذي هو سيد الأعضاء، الذي إن صلح صلح سائر الجسم، وإن فسد فسدت. وهذا مما يعظم المسؤولية على الوالدين. والأخلاق في الإسلام هي الدين كله، كما قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وصدق رحمه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي وقال حسنه صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فمن زاد في الخلق زاد في الدين. وقد أثنى الله تعالى على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الله تعالى بالاقتداء به
فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على أدب ودين عظيم. قال القرطبي: قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم. وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه. ثم روى بسنده عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي يمتثل القرآن ويطبقه على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ويصف لنا أنس رضي الله عنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. كلمة أف اسم فعل مضارع معنى الضجر، ما قال لي أبدا كلمة أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا البراء رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. كان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، طول ربعة، ليس بالطويل البائن ولا القصير الشائن، صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وأمرنا الله عز وجل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك المؤمن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة له وقدوة في أدبه وكمال أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل علق الاهتداء على طاعته صلى الله عليه وسلم فقال: وإن تطيعوا تهتدوا. كذلك أيضا بحسن الخلق يدرك المؤمن درجة الصائم القائم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه الترمذي وصححه الألباني. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، يعني يجسم له في ميزانه، هو أخلاقه الحسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، أي الذي يتكلم بالفحش من القول والذي عنده بذاءة لسان، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وكذا أيضا بحسن الخلق تنال المنزلة والمجلس القريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي وحسنه الألباني. هذه الأخلاق التي منها ما هو مكتسب، كيف تكتسب الأخلاق؟ كيف تكتسب الأخلاق؟ ما وسائل اكتساب الأخلاق؟ أول وسيلة هي الإيمان،
لأن المؤمن يؤمن بما أخبره الله تعالى به، ويمتثل ما أمره به، ويتقرب به إليه. وكلما زاد إيمان العبد زاد امتثاله، كلما زاد إيمان العبد زاد امتثاله. وكان القرآن خلقا له يمشي به في الناس، لذلك على الأبوين أن يحرصا على تربية الإيمان في نفس أولادهما. وهذا قد تقدم في التربية الإيمانية. التربية الإيمانية هي الأصل لما وراءها من أنواع التربية. فإن ربي الولد تربية إيمانية فإنه سيتربى تربية أخلاقية وتربية فكرية وغير ذلك من أنواع التربية. الوسيلة الثانية القدوة الحسنة. لا بد وأن يكون الوالدان قدوة حسنة لأولادهم في إيمانهم وأخلاقهم، فإن نظر الطفل معقود بوالديه، فالحسن عنده ما حسنوه إليه، والقبيح عنده ما قبحوه لديه. وقد جبل الله البشر على تشبه بعضهم ببعض، قال الله تعالى في المكذبين تشابهت قلوبهم، أي تشابهت قلوبهم في التكذيب وإلقاء الشبهات للصد عن سبيل الله. وكذلك قلوب المؤمنين متشابهة، كذلك تشابهت قلوب المؤمنين، أي في الإيمان وحب الله وحب الخير، وكذا أيضا في الدعاء وفي الدعوة إلى الله عز وجل قلوبهم تغلي بالخير، قلوب أهل الإيمان تغلي بالخير ومتشابهة في ذلك. ولذلك الناس كطيور كأسراب القطا يشبه بعضهم بعضا ويتشبه بعضهم ببعض. وخير قدوة لنا جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقتدي به في أخلاقه وندرب أنفسنا عليها لتكون راسخة فينا يأخذها منا أولادنا. قال ابن المبارك رحمه الله: حسن الخلق ترك الغضب، حسن الخلق ترك الغضب. إذا كان الإنسان غضوبا سريع الغضب ماذا يفعل؟ هل يقول أنا خلقت كذلك؟ لا، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فعندئذ يعالج الغضب الذي فيه، يعالج الغضب الذي فيه بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتحلم إذا غضب، يتوضأ إذا غضب، يغير من وضعيته، إن كان قائما جلس، يترك المكان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتحلم حتى يصير هادئا وحليما وهكذا. فكل خلق سيء الإنسان يعالج نفسه منه، ولا يقول أنا كذلك أو أنا لن أتغير، لا، إنما لا بد وأن يتغير إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وقال عمرو بن عتبة لمؤدب ولده، يعني كان في السلف من وظيفته التأديب، يسمى المؤدب، يؤدب الأولاد. فكان الرجل يذهب بأولادي إلى هذا المؤدب ليعلمه الأدب والخلق، وهذا الآن نادر وقليل، وإن لله وإن إليه راجعون. لكن بالبحث يبحث عن إنسان قدوة، قدوة إنسان صالح على علم، عالم، قدوة. ف
فهذا سيغرس في الطفل أخلاقا طيبة، وعندما يعلمه ويحفظه القرآن والسنة فإنه سيأخذ من أخلاقه كما كان السلف يفعلون. وابن الجوزي رحمه الله، وهذا مر بنا، عندما كان يطوف على المشايخ ويقرأ عليهم، فكان يذكر من بعض مشايخه أنه عندما كان يقرأ عليه يبكي هذا الشيخ، فيقول هذا البكاء كان يبني فيه قواعد ويؤسس لأسس. فهذا هذه القدوة، هذه القدوة الطيبة التي يقتدي بها أبناؤنا. فلما جاء عمرو بن عتبة بمؤدب لولده نصحه بهذه النصيحة، قال ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك. القدوة إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بك، الحسن عندهم ما فعلت والسيء عندهم ما تركت. إذن لا بد وأن يكون الوالدان قدوة صالحة لأولادهم. كذلك أيضا من الوسائل الصحبة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا حديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وحسنه الشيخ الألباني. المرء على دين خليله، دين هنا بمعنى طريقة وعادة، يعني المرء على طريقة خليله أي صاحبه الذي يحبه. فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحبه ويتخذه خليلا له، لأن الصاحب ساحب، فإما أن يسحبه إلى الخير وإما أن يسحبه إلى الشر. كما أن الطبع سراق، فإما أن يسرق منه طبعا حسنا أو طبعا سيئا. لذلك نجد الزوجة تتشبه بزوجها، لماذا؟ لطول المعاشرة بينهما، الطبع سراق فتسرق من طبعه إما من خير أو من شر. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا خالط فخالط حسن فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير، وصاحبه منه فراحة لأنه لا يدعو إلا إلى خير. وهذا يجعل الوالدان الوالدين في حرص شديد على انتقاء من يخالطهم طفلهم في كل مرحلة من مراحل التربية. كذلك من الوسائل التعاهد. فالتربية ليس في كلمة تقال أو في موعظة أو أن يجلس الأب مع ابنه ويقول هذا حلال وهذا حرام، هذا خلق طيب وهذا خلق سيء. لا، إنما لابد من التعاهد، ولا بد من التعاهد والتفقد، ولا بد من الدربة والممارسة والتعود، حتى يصير هذا الخلق الطيب سجية في نفس الطفل. فالنفس كالطفل إن أهملت شب على حب الرضاع، وإن تفطم ينفطم. فالتربية تحتاج إلى صبر وعدم ملال ومعاهدة وتوجيه بعد توجيه من آن إلى آخر. واعلم أن الخطأ ملازم للإنسان والنسيان عارض. الخطأ ملازم للإنسان. قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا لابد من خطأ،
هذا الطفل لا بد وأن يخطئ ولا بد وأن ينسى. الخطأ هذا ملازم للإنسان، نحن نخطئ فما بالنا بالطفل؟ والنسيان عارض، وسمي الإنسان إنسانا لنسيانه، وعدم التنفيذ وارد، أن نقول الولد أصدق يأتي في مرة ويكذب، عدم التنفيذ وارد. فماذا تفعل أيها الأب الكريم؟ تجاوز عن نسيانه، صوب له خطأه، حضه على طاعتك التي هي من طاعة الله تعالى. ومن الوسائل أيضا القصص، فالقصص قصص الصالحين جند من جنود الله، يحيي الله بها كثيرا من النفوس. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال الله سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة، في سورة هود أو في القرآن كله، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال بعض السلف: الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه. وقال آخر: استكثروا من الحكايات فإنها درر، وربما كانت فيها الدرة اليتيمة. الدرة اليتيمة يعني التي لا مثيل لها. وخير ما يحكى لأولادنا هو قصص الأنبياء وسيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، التي هي مثل حي لقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ومن خير الأساليب التربوية التربية بالقصة، والنفوس مجبولة على حب القصص والانتفاع به، فعلى الوالدين أن يحسنا اختيار القصة وأخذ العبر منها في ترسيخ الأخلاق والآداب الفاضلة. ومن الوسائل الدعاء، فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والله يحب من عباده أن يدعوه ويتضرعوا إليه. وخير ما يدعو به الإنسان ربه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا. قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقال الله تعالى عن دعاء زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال سبحانه عن دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فيدعون ربهم سبحانه وتعالى ويلحون في الدعاء أن يرزقهم الله عز وجل ولدا صالحا، وأن يصلح لهم أولادهم، ويغتنم في ذلك أوقات الإجابة. ومن الوسائل أيضا الترغيب والترهيب، إن الله تعالى قد جبل نفوسنا على حب الثناء والمدح، يعني النفس تحب إذا أحسنت أن يثنى عليها، لذلك كان الإخلاص صعبا على النفوس لأنه لا حظ للنفس فيه. والطفل يعجبه الثناء ويفجر مكنون طاقاته الحسنة، فعلى الوالدين إذا أحسن ولدهما أن يكافئاه بمكافأة مناسبة، مع استخدام عبارات المدح والتشجيع، والحذر من عبارات الإحباط والتثبيط. واحذر ثم احذر أن تقول له كلمة فاشل،
وأخواتها. يعني الكلمة هذه الكلمة كلمة كفيلة بتدمير هذا الطفل، أن يقال له أنت فاشل، أنت بليد، أنت ما فيش منك فايدة، إلى آخر هذه العبارات. هذه الكلمة تقعد بالطفل عن طلب المعالي بل والتكاسل والخمول، وإن أساء فلا بد من نصح متتابع، وإن لم ينزجر إلا بالزجر زجر، رحمة به وخوفا عليه مع تهيئة الفرصة للرجوع. وهكذا التربية فيها معاناة، التربية فيها معاناة، التربية ليس بالأمر الهين، التربية مآلها إلى أن يكون ولد صالح. هذا هو الذخر للإنسان بعد موته، فهذا يحتاج إلى معاناة وإلى يقظة وإلى إنفاق وقت ومال حتى يربى الولد تربية صالحة. التربية فيها معاناة، لكن إذا عرفت شرف ما تطلب هان عليك ما تبذل. الواحد منا لابد وأن يضع هذه الكلمة أمامه، اعرف شرف ما تطلب يهون عليك ما تبذل. الواحد منا إذا علم شرف ما يطلب يهون عليه ما يبذل. مثلا كلنا نريد الجنة، هذا شرف، هذا هو الفوز العظيم، الفوز الكبير. هذا يحتاج إلى إيمان وعمل صالح. إذن فالإنسان يبذل، وإذا بذل بذلا عظيما يهون عليه ذلك، لأنه يعرف شرف ما يطلب. كذلك الواحد منا يريد الولد الصالح الذي نسأل الله أن يرزقنا إياه. فعندئذ نبذل من المعاناة ومن حسن التربية والصبر وغير ذلك مع الدعاء أن يرزقنا الله عز وجل الولد الصالح. والله أعلم. من كتاب الفقه الميسر وصلنا إلى الكلام عن حد القذف. حد القذف ذكرنا أن القذف لغة بمعنى الرمي، قذفه بالحجارة يعني رماه بالحجارة، ثم استعمل القذف هذا بمعنى الرمي بالحجارة في الرمي بالمكاره. رمى إنسانا بالزنا يقال قذفه، رمى رجلا باللواط يقال قذفه، لعلاقة المشابهة بينهما وهي الأذى. هذا معنى القذف لغة، وأما معناه اصطلاحا الرمي بزنا أو لواط، رمي بزنا أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. البينة هنا في رمي إنسان أو امرأة بالزنا هي أربعة رجال عدول، ويشهد على ماذا؟ يشهدون على أنهم رأوا الرجل مع المرأة في وضع زنا، ورأوا بأعينهم الوطء في الوطء، ورأوا بأعينهم الوطء في الوطء. هذه الشهادة، هذه هي البينة. فإذا جاءت هذه الشهادة ناقصة، يعني جاء الشهود ثلاثة، الشهود ثلاثة، يقام عليهم حد القذف، مع أنهم رأوا بأعينهم، رأوا حالة الزنا بأعينهم، لكن نصاب الشهادة قل.
نصاب الشهادة 4 شهود، 4 رجال عدول. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، يعني يرمون العفيفات عن الزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. هذه هي البينة، ثم لم يأتوا ب4 شهداء. فالنصاب قل، جاء 3 أو 4 قالوا رأينا الرجل على المرأة فقط، أو رأيناه مثلا يقبلها. إذن الشهادة هنا، الشهادة ليست على زنا، هذا ليس بزنا، لا بد وأن تكون الشهادة هكذا: رأوا بأعينهم الرجل يزني بالمرأة والوطئ في الوطئ. فإن لم يأتوا بهذه الشهادة يجلدون حد القذف 80 جلدة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما، أو نفي نسب موجب للحد. نفي نسب يعني الرجل رمى امرأته بالزنا، جاءت بولد فقال هذا الولد ليس ولدي ورماها بالزنا، وذهب إلى الحاكم، فالحاكم في هذه الحالة يقيم حد اللعان، يقيم اللعان. فالرجل الذي رمى امرأته بالزنا ويريد نفي نسب الطفل هذا رجع، نكل، رجع. فعندئذ يكون قاذفا، يقام عليه حد القذف، لأنه قيل له احذف، هناك أيمانات كما ذكرها الله عز وجل، فنكل ورجع، فيقام عليه حد القذف. حكم القذف: القذف في الأصل حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل كما ذكرنا: القذف معناه الرمي بالزنا أو اللواط، يعني امرأة تقول لامرأة يا زانية، رجل يقول لرجل يا زان، أو يقول لامرأة يا زانية، أو رجل يقول لرجل يا لوطي. اللوطي هذه تسمية عرفية، يعني عياذا بالله يعمل عمل قوم لوط. فهنا رماه، إما أن يرميه بالزنا أو باللواط، هذا اسمه قذف، هذا اسمه قذف، الرمي بالفاحشة، هذا محرم وكبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. المحصنات مفردها المحصنة، ومعنى المحصنة المرأة العفيفة عن الزنا، امرأة مؤمنة عفيفة عن الزنا تسمى محصنة. غافلة، معنى غافلة هنا، معنى غافلة يعني لم يخطر ذلك بقلوبهن، كما رميت عائشة رضي الله عنها وهي لا تدري شيئا رضي الله، كانت غافلة عن ذلك رضي الله عنها. إذن يرمي امرأة محصنة عفيفة عن الزنا غافلة عن ذلك، لم يرد هذا بقلبها أصلا. لعنوا في الدنيا والآخرة، يعني مطرودون من رحمة الله، لعنة الله هي الطرد من رحمة الله، ملعونون مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم أي يوم القيامة في نار جهنم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، سبع الكبائر المهلكات، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواه البخاري ومسلم. وأجمع المسلمون على تحريم القذف وأنه من كبائر الذنوب، لكن يجب القذف في حالة. يعني إيه يجب القذف؟ يجب يعني واجب على الرجل أن يقذف ويرمي بالزنا. يرمي من؟ يرمي زوجته. يجب على الزوج أن يرمي زوجته بالزنا إذا رآها تزني وحملت وولدت ولدا وقوي في ظنه أنه من الزاني. يعني كيف؟ رجل رأى امرأته تزني فاعتزلها، لم يطأها، لم يقترب منها، فحملت ثم وضعت وهو لم يقترب منها، أو كان متغيبا وترك امرأته حائلا يعني غير حامل ورجع وجدها حاملا فولدت ولدا، ماذا يفعل؟ يجب عليه في هذه الحالة أن يرميها بالزنا وأن ينفي نسب هذا الولد، لئلا يلحقه نسبه، لأن هذا الولد سيكون وارثا له. هذا الولد الذي هو من الزنا سيرى حريمه من بناته وأخواته ونحو ذلك. يبقى في هذه الحالة يجب عليه أن يرميها وأن ينفي نسبه، ويتم هنا اللعان عند الحاكم. ويباح القذف مباحا. إيه مباح؟ مباح يعني مستوي الطرفين في الفعل والترك. لمن رأى زوجته تزني ولم تلد من ذلك الزنا، يبقى هو رأى زوجته تزني لكنها لم تلد من الزنا، مباح له أن يرميها بالزنا أو أن يسكت، والأفضل له أن يفارقها، والأفضل له أن يفارقها لئلا يدنس ويعير ونحو ذلك. حد القذف قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد 80 جلدة. إن كان حرا يبقى الحر يجلد 80 جلدة. طب والعبد؟ العبد العقوبة عن نصف، 40 جلدة، سواء رمى رجلا أو امرأة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبدأ أول حكم فاجلدوهم 80 جلدة. الحكم الثاني: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يبقى لا تقبل شهادته، لا ترد شهادته، لا تقبل شهادته. والثالثة أن الله عز وجل قال: وأولئك هم الفاسقون. يصير فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس إلا إذا تاب، يعني تاب ندم، وكذب نفسه عند من رماها به، يعني رماها قدام الناس، يذهب قدام الناس ويكذب نفسه ويقول: إني كنت كاذبا عندما رميت فلانا بالزنا، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والحكمة من إقامة الحد هي صيانة المجتمع والمحافظة على أعراض الناس وقطع ألسنة السوء وسد باب
إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.